هيا تعال أيها الفتى الذكي، تعال. أي نويان، أعثرت على حفرة تختبئ فيها؟ الجبال والغابات حفرتي أيها الذكي. سمعت أنك تزوجت امرأة أخرى، لذلك قلت إنك لن تأتي، ولكن أراك جئت. لم تنسى زوجتك الأولى؟ اختصر ودعها تعود. أولاً أريد الخاتم. انتهت هذه المهزلة. حمزة! 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 كف عني نباح، لا تصرخ. طرت من العش وتظن أنك أوقعتني في الفخ، ها؟ هذا صحيح حمزة؟ توتكين! Thank you.
زوجتك ذات أنياب مثلك، كانت تقاوم طوال الوقت، فافتخر بها وبنفسك، ولكنكما ستموتان. شرفك تحت أقدام نويان. ستعرف الآن ما عقاب من يخطف نساء من قبيلتنا. أنت ككلب عجوز أنهكه التعب نويان. جئت تنتقم مني أيها الشاب الطائش، أهذا صحيح؟ تماما كما فعلت حين هاجمني قطعانك في ذاك اليوم. ماذا عنك يا كلبي الصادق؟ كيف تعض اليد التي ألقت إليك العظام؟ ها؟ تعال لنرى، فلترني شجاعتك. بعدك سيأتي دور السادة. هذا إن كانت لديهم الجسارة ليقاتلوني دون خيل. حمزة! أنت أصدق كلب. لا تتدخلوا أنتم! توقف توتكين، فهذا الكلب لن يموت بسهولة. سأعطيه فرصة أخيرة. We'll be right back.
إذن فقد كان الخاتم مزورا. هذا ذكاء منك، خدعتني مرتين، لكني أعلم أنك لن تقتلني هنا. فلتشهد علي الأرواح أن من في قبيلتك وفي منطقتك وفي خيمتك ستسلخ جلودهم. يحيى سيدي غوندوغدو، يحيى سيدي غوندوغدو، يحيى سيدي غوندوغدو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اربطوا هذا الكلب. ولماذا لا ننهي أمره؟ أريد أن يرى كل الناس كيف تموت الكلاب. حمزة. أختي، سامحيني، سامحيني. لا تتعب نفسك، غوندوغدو سيأخذك إلى القبيلة، لا تقلق. أعطتني أمي اسم عم النبي الكريم الذي كان يناصره، لكن لم أكن لائقا بهذا الاسم. وأنا نادم جدا. رضي الله عنك سيدي، أعطيتني فرصة لأستشهد. سامحوني الآن. نسامحك، نسامحك. سامحتك يا أخي. سامحنا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أنت رجل أحمق، وثقت بعبد الرحمن وحمزة غبي. سيصبح هناك قائد يليق بجيش أوغاداي،